بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله راح نشوف درس 4.6 بيعالج نفس الموضوع اللي كنا فيه 4.4 بس بطريقة أخرى إن شاء الله. ما هي الطريقة الأخرى؟ Variation of parameter، تغيير البارامتر. خلينا نقول البارامتر يعني وسيط أو اللي هو بيكون معرف بين الإكس والواي، اللي بنتكلمها بشكل عام كلمة بارامتر يعني وسيط، Variation يعني تغيير. فاري تغير. المهم الفكرة هنا ايش؟ خطوات، والطريقة دي بتنفع لكل المسائل. لو احنا ركزنا وشوفنا في الدرس اللي هو 4.4 كان بيشتغل على مسائل لما يكون الدالة اللي بالطرف الثاني اشكال محددة فقط، اللي هي مين الاشكال المحددة فقط؟ اللي هي الساين والكوساين وكثيرة الحدود والدالة الأسية بس، صح ولا لا؟ يعني لو فتحنا الجدول كده بتاع 4.4 راح تلاقي فيه شيء غير كده. لو خدنا نظرة كده على 4.4، شوف الجدول كده اهو، لو عندي كسرات دول، لو عندي ساين او كوساين، لو عندي سي او مضروبات في بعض، خد عندي سك ولا تان ولا لين ولا مدري وشو ولا كسور ولا غيره ولا غيره. قال لك يا ولد خلاص 4.4 بعد نضرب بالجزمة الله يكرمكم، ما ينفع، لازم نغير الطريقة. وتغيير الطريقة موجودة في 4.6. يلا بسم الله نستعرض خطوات الحل والامور كلها. السؤال الواحد بمقام الدرس كله، تفهم الخطوات على سؤال واحد، الخطوات أو الدرس كله زي بعضه وبنفس الطريقة. اللي بيتغير من سؤال لسؤال عملية التكامل اللي هتطلع معاك وأنت وحظك فيها، السربرايز حق التكامل، لكن الستبس واحدة في الآن. تعال نلخص خطوات الحل هذه، نشوف مع بعض خطوات الحل. يعني إيش تغيير البارامتر؟ في خطوات حتى حضرتك. أول حاجة، أول ستيب، نحن نتكلم عن المعادلة اللي من الدرجة الثانية بس ونظبط نفسنا عليها، ولو جت درجة ثالثة نقيس عليها نفس المشوار ونقيس عليها نفس الخطوات وانت ماشي. أول حاجة بيجي لك المعادلة بالشكل دوت. لو الإكس، لو الواي دبل داش قدامها معامل لازم نستندرها. نستندرها يعني إيه؟ نقسم على ده. يجيك شيء قدام الواي دبل داش لازم تقسم عليه عشان تخليها ستاندرد فورم. هذا هو الستاندرد فورم. يبقى ده أول صراحة اللي إحنا هنتكلم عنه، اللي هو أول خطوة. بص على المشتقة الكبيرة واي دبل داش قدامها شيء يا ولد؟ لو قدامها اثنين، نص، خمس، تلت، ربع، قسم، شيله. هتشيله وهتقسم الحدود طبعا كلها عليه. يبقى ده اول حاجه، استندر المعادله. اول خطوه، ضع المعادله في الصوره القياسيه اللي هي زي ما اتفقنا ان معامل واي دبل داش يبقى واحد. طيب يا عم تعمل ايه بعد كده؟ الخطوه الثانيه، حل الهوموجينيوس. حل الهوموجينيوس يعني ايه؟ لها بلا صفرية. تاخد حضرتك اللي هو واي دبل داش زائد بي وداش زائد بي واي بلس، تكتب الام وما ادري ايش لين تطلع قيمة الايش؟ قيمة الام بتساوي ايش بالضبط؟ حلول مختلفة ولا حلول مدري ايش؟ وتكتب ايش؟ الكومبلمنت سوليوشن اللي هو واي سي. طلع قيمة الام وتكتب واي سي، حل الهوموجينيوس واكتب الواي سي اللي هي خطوات ايش؟ خطوات درس 4.3 اللي انت عارفها. لما تكتب الواي سي، لما تيجي تكتب الواي سي عندك حلين دائما بنسميهم ايش؟ واي 1 وواي 2. اهو واي 1 اللي مضروب في سي 1 وواي 2. تيجي بقى الخطوه الثالثه حضرتك، طلع قدام ساعات كده ايش؟ الواي 1 وواي 2 وكمان الاف اوف اكس اللي هي الطرف اليمين بعد القسمه من الستاندرد فورم. من هنا من الستاندرد فورم عشان لو في رقم قسمنا عليه ولا شيء يبقى معاك. الواي 1 والواي 2 هذه هي، هذه واي 1 وهذه واي 2، هنخدهم مع بعض. طيب بتعمل ايه بعد كده؟ نحسب المحددات. الخطوه الثالثه الرابعه، نحسب المحددات. المحدد ده هو تعرفنا عليه 4.1 ورنسكيان. ورنسكيان دبليو واي 1 واي 2 يبقى اشتقاق، نكتب واي 4 واي 2 ونشتق نشتق. طيب هذا اسمه دبليو حق الايه؟ الواي 1 والواي 2. طيب ال W1 بنشيل العمود الأول ده حق ال Y1 ونكتب مكانه 0 of X. مين هي ال 0 of X؟ ال F X اللي طلعناه من المعادلة. طب ال W2 بنشيل العمود الثاني من هنا كده ونكتب مكانه 0 of X. إذا هتحسب ثلاث محددات. وخلي بالك لو احنا بنحل درجة ثالثة هيبقى عندنا أربع محددات. جاي لك سؤال في آخر الدرس، سؤالين أو كده. إذا هتحسب المحددات دي وهتفك المحدد بسط في الأخير. تروح بقى الخطوة الثانية إيه؟ هتحسب المحددات. يبقى الخطوة الخامسة نحسب اليو 1 واليو 2.
اليو 1 هتيجي من الحته دي تحفظ دي بس، هذه مش عايزينها خلاص. يو داش 1 يساوي دبليو 1 تقسيم دبليو، يو داش 2 يساوي دبليو 1 تقسيم اسمه دبليو 2 تقسيم دبليو الاساسيه، وهذه بعد مش عايزينها. طب انت لما تحسب يو داش هتحسبها ازاي؟ بنعوض في القانون، نعوض في القانون، القانون اللي هي الحته الصغيره اللي قدام حضرتك ونيش كاب، لما تطلع في الاخير اللي بعده خط 6 اكتب الواي بار تكرار فين الواي بي؟ اهو الواي بي يساوي يو 1 واي 1، الناتج من التكامل مضروب في 1، الناتج من التكامل مضروب في واي 2، يو 1 واي 1 زائد يو 2 واي 2، وروح بقى اكتب الجنرال سوليوشن اخر كلام يا ريس 7، اكتب الحل العام وبس اللي هو الجنرال سوليوشن الوسيط زائد واي. يبقى هذه هي الستبس كنت ماشي. اول شيء استنضاف المعادله على الهوموجينيوس اللي بتوصل للواي سي بتاعك، وبعدين تطلع حضرتك اللي هو الريون باتو تحسب المعادلات الاربعه، تحسب اللي هو خطوه رقم 6 تكتب تكتب جنرال سوليوشن خطوه رقم 6. هذه الخطوات بتحل من قوانين منسوخه من الكتاب نسخ الملخص بتاع الطريقه، بقول لك انا قاعد ايش بقول لك انت عملت ايه يوجوالي ما ادري ايش، نقول الخطوات نفسها اللي مكتوب. هذه المعادله تستندرها طبعا، هتقسم هتحل حضرتك هتطلع الواي سي الواي سي اوكي، هتطلع الدبليو المسكن اللي هو الدبليو والدبليو 2 والدبليو 2 ماشي والكلام ده كله، اللي تخلص وتوصل في النهايه للواي دي والواي سي سوا، هذا ملخص الحل او الجزء النهائي في الكلام ده كله. تعالوا نتوكل على الله، ما عندناش اكتر من كده، نروح بس نركز في الخطوات ونمشي فيها حبه حبه، واللي هيفهم سؤال واحد هيبقى الاسئله كلها زي بعض على البركه. يلا بسم الله. طبعا هنا لازم يحدد لك الطريقه، طب اذا ما حددش حل بالطريقه دي نفسها برضه، يعني اذا اعطاك معادله ديفرنشال وقال لك حل، احل عادي، احل بايه؟ والله الفاريشن اوف بارامتر تحل كل الدوال، ثاني اقول ايه الفاريشن اوف بارامتر تحل كل الدوال، اما اللي هناك اللي هي الاندترماين كوفيشنت بتحل انواع محدده. وخلي بالك هنا في الدرس دوت وراح اجيب لك المسائل بتاعت الدرس اللي فات، هجيب لك اشكال ما انزل الله بها من سلطان ومش موجوده في الجدول، ولا هي فيها ايش سي ولا كسرة حدود ولا ساين لحالها ولا كوساين لحالها. شوف يا عم، اول سؤال خبطك اكس تربيع على طول اسمه كوساين تربيع، ما عندنا هناك قانون الكوساين تربيع. نبدا بسم الله. المعادله ستاندرد يس، هنا واحد، يبقى ناخد الهوموجينيوس واي دبل داش زائد واي يساوي صفر ونبدا حل. هتبقى حضرتك ام تربيع زائد واحد يساوي صفر، الجذر التربيعي سالب واحد، يعني الام راح تساوي موجب وسالب قال، يعني الفا وبيتا الفا بصفر والبيتا كم؟ واحد، يعني نكتب سولوشن وسي وسي راح يساوي في حاله اللي هي التخيليه يبقى اي اس الفا اكس، اذكرهم بالقانون اي اس الفا اكس مضروب سي 1 كوساين بيتا اكس، هذا القانون زائد سي 2 ساين بيتا اكس، يعني عندناش الالفا 0، يبقى حضرتك هتقول لي سي 1 على طول، واي سي هيساوي سي 1 كوساين 1 اكس اكس زائد سي 2 ساين اكس. تعالى بقى نطلع الحاجات اللي هنطلع منها المحددات، اكتب لي كده واي 1 يساوي الكوركس، واي 2 يساوي الساين اكس، الاف اوف اكس اللي هي فين؟ الكوساين تبع اكس. جبت الواي 1 منين؟ من هنا، هذا اللي مضروب سي 1 وهذا الواي 2، هذا هو وهذا واي 2، والاف اكس اهي موجوده قدام سعادتك، هذه هي الاف اكس، والمعادله ستاندرد ما فيش اسمها خلاص تمام. توكل على الله وابدا عبي المعادلات ومسكن دبليو، ما تكتبش حاجه اكتر من كده، حط الدبليو اسمه الواي 1 فوق كوساين اكس واشتقها ماينس ساين اكس، حط الثانية فوق اللي هي ساين اكس ساين كوساين فوق تضرب قطر ناقص قطر كده ناقص كده معروف كوساين ساين قطر، وسالب سالب سالب ساين تربيع، وكلنا عارفين ساين تربيع ساين تربيع يساوي ايش؟ واحد. امسك يا عم، هذا اول واحد، تروح تعمل لي دبليو 1، دبليو 1 هيساوي العمود الاول وقت 0 اف اكس، 0 اف اكس الاف اكس اللي هي الكوساين تربيع كوساين تربيع اكس، وسيب العمود الثاني زي ما هو ساين اكس مضروب في كوساين اكس، عفوا بالغلط تضرب نفوق المحادثة وترسم الإشارات كده ناقص كده يبقى زيرو ناقص،
ناقص ايش؟ ناقص كوساين تربيع اكس الضلوع في ساين اكس. هذه كده خلاص انا عايز النتيجه دي، يعني الصفر ما لهوش داعي، بسال كوساين تربيع اكس الضلوع في ساين اكس الكل كده. ايه تمام تمام ممتاز. تمام ماشي. ثواني يعني ثواني ثواني أبو إسماعيل، بس لو تحرك الجهاز أو تضربه، لأن المايك شوي فيه تقطيع، ما أدري هو من كيف عندي يا ولدي؟ المايك ايش يجي فيه قلت؟ تقطيع، المايك يجي فيه تقطيع، هل من عندي ولا المايك؟ إيه محمد صوتي يقطع عندك ولا عندي الحالي؟ لا يقطع شوي. تقطيع بسيط يا أبو إسماعيل، بس يعني إنه مزعج لو تحرك الجهاز أو حاجة، يعني والله كذا انا أسأل معاه. ما عنديش تقطيع يا جماعه، والله ده انا النت بتاعي لحالي، والله انا مدخل الياف بصريه موبايلي لحالي، حتى الجوالات ما هي بشبك عليه، اوكي، هو يعني تقدير جوالي انا حلو اللي يعني. شابك عليه والكمبيوتر فقط، تمام، يعني نت سبيشال مفيش فيه، ماليش شريك فيه. يلا بس شد حيلكم تزبط ان شاء الله. خلصنا دبليو 1 ماشي، اروح دبليو 2. دبليو 2 راح يساوي، يلا نزل العمود الاول كوساين اكس ماينس ساين اكس، وتعالى نحط زيرو اف اكس كيلو كوساين تري اكس ماشي. نضرب فوق المحدد يبقى صار عندك كوساين تكعيب اكس ضرب الصفر، يعني صرنا نقول ايش؟ كوساين تكعيب اكس سالب. بنفس المحددات نروح للخطوه الثانيه، نكتب كده يو داش 1 يساوي دبليو 1 تقسيم دبليو هو ماينس كوسين تربيع اكس الموضوع في ساين اكس على 1 اللي هو الدبليو الاساسي، يعني ماينس كوسين تربيع اكس في ساين اكس. حلو كده بكامل، يبقى بدل الداش عشان نشيل الداش نكتب له يو 1 يساوي التكامل اللي طلعناه ده، ماينس كوسين تربيع اكس في ساين اكس دي اكس. طبعا هنا حضرتك يعني شغل الجمجمه شويه، الكوسين مشتقتها ماينس ساين والماينس موجود، يعني اقدر اقول داله في مشتق، اكتبها لك كده باختصار، الكوسين تربيع اكس برضه في سالب ساين اكس كده دي اكس، هنكتب هذه هي المشتقه وهذه هي الايش الداله. شو انا كامل بالنظر على طول اشطب دي، تزيد الاس 1 قسم على الاس الجديد، يعني اليو 1 راح يساوي اللي هو كوسين تكعيب اكس مقسومه على 3 وبس، وهنا لا تكتب ثوابت، واللي عايز يكتب خطوات في التكامل يحط اليو سب كوساين كليمر كليمر، يحط اليو يكمل دي ساين دي اكس ويكمل الحل بالتعويض، هيطلع لك يو تكعيب في الاخر بس، هذا اللي هي السبستيوشن وهذا بالنظر. خلصت اليو 1 اروح لليو 2، يا عم اليو 2 يساوي ايه؟ يو داش 2 يساوي دبليو 2 تقسيم هذا كلام دبليو 2 اللي هي كانت كوساين تكعيب اكس على 1، يعني كوساين تكعيب اكس مطلوب من حضرتك تكامل كوساين تكعيب اكس، يبقى يو 2 راح يساوي تكامل الكوساين تكعيب اكس اكس. قول معايا بسم الله، يلا كوساين تكعيب اكس انا كاملها افصلها اعملها كوساين تربيع اكس مضروبه في حبه كوساين اكس. حلو الكلام، وبعدين ابدا اعمل ايه؟ ابدل الكوساين تربيع، احط منها 1 ماينس ساين تربيع من قانون فيثاغورس مضروب في كوساين اكس دي اكس، وبعدين اشيل لو عايز تعمل يو سبستيوشن يبقى اليو هيساوي ساين اللي جوه، ساين اكس دي يو راح يساوي الساين تبقى كوساين دي اكس، الدي اكس راح يساوي اللي هو الدي يو على الكوساين، تعال نعوض يبقى تكامل ادي 1 ماينس يو تربيع الكوساين بيروح للحين كوساين اكس مضروب في الدي يو على الكوساين، الكوساين ياكل الكوساين، مع السلامه كده مع كده يروح، يعني باقي لك تكامل ايش؟ خلصنا يساوي هنا تكامل اليو 1 يبقى يو، تكامل تاني يبقى يو تكعيب على 3، ولا تكتب ثوابت مفيش ثوابت هنا، يعني نرجع تاني اليو اللي هي كانت ساين اكس ناقص الساين تكعيب اكس. نرجع بقى لايه؟ الخطوه النهائيه واي بي يساوي يو 1 مضروب في واي 1 زائد يو 2 مضروب في واي 2، عوض يا ريس عوض. يلا اليو 1 اللي طلعناها كم؟ احفظ معايا احفظ معايا النتائج، اليو 1 طلعناها ثلث، احط عليها صناديق حمراء، هذا صندوق وهذا صندوق يو 1، واللي فوق أبو واي 1 إسماعيل، كوساين والثانيه واي 2 ايش؟ أبو إسماعيل كان انا نسينا الثلث، ايش؟ نسيته ايه؟ الثلث أه خلاص
هاي الكيو. التلت، هنشيل التلت، تفضل. نضرب يو 1 اللي هو يو 1 طلع معانا تلت، واحد على ثلاثة كوساين بي اكس، وشوف الساين اللي هناك الواي 1 كان الكوساين زائد يو 2 كان الساين، يبقى هنا ادي ساين اكس اللي هي الاصليه مضروبه في ساين هنا ماينس تلت ساين تكعيب اكس، فك القوس وتبسطها شويه الى حد ما، لما تجيب اخرها تلت ويصير عندك كوساين اس 4 اكس، وادي الساين تدخل مع الساين يبقى ساين تربيع اكس، وادي الساين تدخل هناك يبقى تلت ساين اس 4 اكس. اخر كلام يا ريس، تقول واي يساوي جنرال سولوشن واي سي زائد واي بي، ولا تنسى الواي سي فوق كان سي 1 كوساين اكس زائد سي 2 ساين اكس. نكمل بقى ده وراح على طول، واحد على ثلاثة كوساين تر اس 4 اكس زائد ساين تربيع اكس ناقص واحد على ثلاثة ساين اس 4 اكس. نقول الحمد لله خلصنا سؤال، خلصنا سؤال يعني خلاص انتهى الكلام، انتهى الكلام. طب كل الأسئلة كده؟ إيه والله كل الأسئلة كده، نفس الخطوات؟ إيه نفس الخطوة، إيش يفرق من سؤال لسؤال؟ زي ما قلت المفاجأة حقة التكامل، وش بيطلع لك من تكامل هو ده اللي بيفرق بين الأسئلة كلها. نروح السؤال اللي بعده، طبعًا تخيل بقى لو جاب لك initial value في السؤال، يبقى الله يعينك هتوصل هنا وتبدأ تطلع الثوابت من الخطوة الأخيرة دي. يلا. ام التربيع اشتغل معايا على طول، يلا ناقص 2 ام زائد 1. هنا طبعا ما تسالش في تكرار ولا ما فيش تكرار، ما لناش دعوه بالكلام ده كله خالص، يعني التكرار اللي كنا بنراعيه في الدرس اللي فات ما لنا علاقه فيه ده الحين. طيب ام تربيع هنا هيبقى ام ناقص 1 مضروب في ام ناقص 1 برضه هيساوي صفر، يعني الام هيساوي وحدين 1 1، يعني الواي سي الواي كومبلمنتري هيساوي سي 1 اي اس اكس زائد سي 2 اكس اي اس اكس. حلو الكلام، يبقى تعال نكتب نقول له y1 راح يساوي e اس x، وال y2 راح يساوي x e اس x، وكمان ال fx راح تصير جذر وموجودة اللي هي الكسر اللي فوق e اس x على 1 زائد x. هذه معادلة، وروح اشتغل بقى الله يعينك. والمعادلة طبعا استندر من البداية، ننتبه على الحكاية دي لو فيها رقم ولا شيء نشيله ونقسم عليها. طيب ما فيش مشكلة، يلا نروح نعمل ايه بقى الحين؟ نبدا دبليو، دبليو الاساسيه هيبقى اللي هو واي 1 واي 2. واي 1 اللي هو اي اس اكس، ونسوي اشتقاق هيبقى نفسه، الثاني هيبقى اكس اي اس اكس، هيبقى اشتق ضرب الاثنين، واحد اي اس اكس اللي هو مشتق الاكس زائد اكس اي اس اكس، ولما تفك اضرب كده ناقص كده اكس في اي، يبقى صار عند حضرتك اي اس اكس تربيع اكس، و اي اس اكس يبقى زائد اكس اي اس 2 اكس وناقص اكس اي اس 2 اكس، هتكنسل مع بعض ويطلع دي تروح مع دي، يطلع لك في الاخير اي اس 2 اكس اللي راح اقسم عليه في الاخر. دبليو 1، دبليو 1 تشيل العمود الاول هناك 0 اف اكس، يبقى 0 اف اكس اللي هي اي اس اكس على 1 زائد اكس تربيع. انا مش كاتبها بس هنا بس مش واضحه خالص، خلاص الاف اكس موجوده، الاف اكس اللي هي هنأشر عليها هنا ونكتب عليها اف اكس اهي. اوكي 0 اف اكس، يبقى ننزل العمود الثاني زي ما هو اللي هو اكس اي اس اكس، وسع لنفسك كده دايما عشان ما تكونش ايه زحمه، زائد اكس اي اس اكس هتضرب صفر يبقى صفر ناقص اكس اي اس اكس تربيع تبقى 2 اكس على 1 زائد اكس تربيع. الصفر ملوش لازمه، بس خلي بالك لازم تنتبه انك تحط الماينس اهم شيء، يعني ماينس اكس اي اس 2 اكس على 1 زائد اكس تربيع. هذا هو الدبليو، الدبليو اللي هو الدبليو اللي معانا. هنروح هنا يا بطل انت وياه، نضربنا كده خلصنا 0 اف اكس، 0 اف اكس هذه التربيع شكلها هيفرض شويه تربيع، نروح لدبليو 2 ونقول تعالى ريس دبليو 2 هيبقى معاك ايش؟ اللي هو ننزل الاولاني اي اس اكس اي اس اكس، ونحط 0 اف اكس اي اس اكس على 1 زائد اكس تربيع، يعني بصفر يبقى اي اس اكس على 1 زائد اكس تربيع ناقص صفر، محتاجين الصفر، يبقى دي صندوق صندوق صندوق. يلا هنروح نعمل ايش؟ يو 1 يو 1 داش يساوي يعني دبليو 1 اللي هو اللي طلع معاك ماينس اكس اي اس. اسمعوني اي واضح ايه بسمعني.
ماينس اكس اي اس 2 اكس على 1 زائد اكس التربيع، ونقسم. هنقسم على اي اس 2 اكس، طبعا هنقسم كانك انت بتعمل ايش؟ او تضرب 1 على اي اس 2 اكس، هتروح اي اس 2 اكس مع اي اس 2 اكس كده، يطلع معاك ماينس 1 اس ماينس اكس على ماينس اكس على اكس تربيع ماينس اكس على 1 تربيع. هنكامل يا ولد، يبقى يو 1 راح يساوي تكامل ماينس اكس على 1 سامع يا زائد ابو اكس اسماعيل؟ تربيع. سامع ولا لا؟ اي واضح واضح، تقول خلاص. طيب هنا مش محتاج تعمل سبستيوشن، البسط مشتقة المقام، لان المقام على طول، بس مشتقة المقام 2 اكس، فهعمل الحركة دي ماينس خليها بره واقسم على 2 واضرب في 2، كده البسط مشتقة المقام علشان ما نكتبش يو سبستيوشن. عملت ايه؟ ضربت في 2 قسمت على 2 تعادل، يبقى زي الكلام ده كله سالب نص لان المقام على طول، 1 زائد اكس تربيع بس سالب نص لان المقام. نروح للمين؟ لليو 2. يو 2 ده مش هحسبها دبليو 2، دبليو 2 اللي هو فين؟ دبليو 2 اللي هو الكبير الصندوق الاخير ده، اي اس 2 اكس برضه نفس الشيء على 1 زائد اكس سريع، ونضرب في 1 على اي اس اكس، هتلاقي نفس الخط دول مع بعض، ادي اي اس 2 اكس، هنحط الاكس عشان ما تقول نسينا الاكس. المهم راح يطلع عندنا 1 على 1 زائد اكس سريع. وش تكامل هذه يا ابطال؟ يو 2 لا هيساوي تكامل 1 على 1 زائد اكس تربيع، اللي هو مين؟ مين فاكر؟ يلا تان انفيرس، هذا قانون تان انفيرس اكس. اذا اروح اكتب بقى الحل النهائي، اقول له تعالى يا عم الواي بي يساوي 1 واي 1 زائد يو 2 واي 2 دي يو 1 واي 1، واي 1 اللي هو كان اي اس اكس مضروبه في اليو 1 اللي طلعناه اللي هو ماينس نص لن 1 زائد استريح. طبعا ده موجب، وحضرتك روح تمشي فين بقى؟ زائد واي 2 اللي اسمه الواي، الواي 1 الواي 2 كان اكس اي اس 2 اكس اي اس اكس، وفي تايم فيرس اكس، خلاص كده كويس، ظبطها شويه زائد نص اي اس اكس مضروبه في اللين 1 زائد اكس سريع ماشي زائد اكس اي اس اكس وفي تايم فيرس اكس، تكتب السولوشن يساوي واي سي زائد واي بي، وطبعا هتكملهم تلحمهم مع بعض، كان هناك سي 1 يو 6 زائد سي 2 اكس يو 6، وتنزل ده وراه سالب نص يو 6 لن لن 1 زائد اكس تربيع الكل زائد اكس يو 6 يو 6 تاني فير 6، ودمتم سالمين. هنا قصير شوية عشان التكاملات طلعت قصير، ماشي استمر نفس الكلام، ولا تيجوا ناخد واحدة بقى من اللي هي ايه التالتة؟ ما مش رأيكم؟ إذا احنا بنقصر يعني، هو احنا أنا حاطط في كل صفحة مسألة، لسه قدامنا مسألة 2 3 4 5، ها ناخد بتاعة اللي دي كمان. يلا حل معايا على طول، ام تربيع زائد 2 ام زائد 1، برضه الام هنا مكرر هيساوي صفر، الام راح يساوي موجب ام زائد 1 في ام زائد 1، يبقى هنا مكرر هيصير عندك يساوي صفر، الام راح يساوي سالب 1 وسالب 1، يبقى الواي سي راح يساوي يا محترم سي 1 هي اس سالب اكس زائد سي 2 اكس هي اس سالب اكس. يعني تعال نعد بقى، ادي واي 1 اللي هو راح يصير هي اس ماينس اكس، الواي 2 تقريبا مكرر نفس السؤال اكس هي اس ماينس اكس، والاف اوف تي عندك تي، يبقى الله يعينك هتقلب الاكسات كلها تي تات لانه كاتب لك هنا لين تي، يبقى كله لازم يمشي تي ونغير تاني. طبعا احنا متعودين نكتب اكس واحنا بنجري، هنلخبط بين الاكس والتي بقى، يبقى سي 1 اي اس ماينس تي زائد سي 2 اي تي اي اس ماينس تي، يعني واي 1 راح يساوي اي اس ماينس تي، سي 2 اللي هو الواي 2 راح يساوي تي اي اس ماينس تي، وامشي يا ريس. الاف اوف تي هناك موجودة، اف اوف تي اللي هي موجودة هناك اي اس ماينس تي لن تي، هذه تعال نعمل الدبليو. يلا المحدد الاولاني الدبليو الاساسي هيساوي اي اس ماينس تي نفسها في مشتقة الاس، يبقى اي اس ماينس تي
الثانية حيبقى فيها ضرب للاثنين، اي سين مشتقة التي بواحد تنزل اي، ماشي، احط ناقص عشان التي اي اس ماينس تي، ونفك المحدد. يلا اضرب معايا، حيصير عندك اي اس ماينس 200 تي، وسالب سالب يصير تي اي اس ماينس 200 تي، نفس الشيء. وبعدين لما نضرب الثاني العكس هيبقى كده ناقص كده، هيبقى سالب سالب يصير موجب تي اي اس ماينس 2 تي. هتلاقي نفسك حضرتك ضغطك خلاص مع السلامة يساوي اي اس ماينس 2 تي. امسك دي بقى وخليها في جيبك عشان احنا هنحتاجها بعد شوية. طب اسمعني بس للتأكيد، المفترض بين الحد الأول والثاني سالب ولا موجب؟ تاني يا ولد تقول ايه؟ بين الحد الأول والثاني، احنا نقول يعني اليسار فوق ناقص اللي تحت. أوكي، تمام خلاص. كني ما اسمعك كويس، بس انا اشتقيت صح ولا لا؟ هذا الاي نفسها في مشتقة الاس، وهنا اشتقيت برودكت رول، في شايف الاشتقاق؟ لا، خلاص اتضحت، كانت عندي مشكلة اتضحت حاليا. واضح. طب الضرب، اضرب هذا في هذا يصير اي اس ماينس 2 تي، اضرب هذا في سالب اهوت، واضرب ده بالعكس في سالب القانون وسالب هنا، يبقى موجب. نروح مع بعض، نروح لمين؟ لل W1، نشيل 0 في اكس 0 ونحط مين بقى؟ اللي هو اي اس ماينس تي مضروب في لين تي، ونسيب ده زي ما هو اي اس ماينس تي، وهنا هنكتب اي اس ماينس تي ماينس تي اس ماينس تي كده 0 ناقص، ونضرب عند حضرتك هنا تي اي اس ماينس تي مضروبه في اي اس ماينس تي تي، اضرب كده وصف سالب تي اي اس ماينس حبتين تي لن تي. ده كده الايش؟ الجواب النهائي اللي هو ال W1. نروح نجيب W2. W2 راح يصير العمود الاول يعني الاي اس ماينس تي وسالب اي اس ماينس تي، والعمود الثاني 0 اف اكس اي اس ماينس تي لن تي. يلا يا ريس، هيبقى اي اس ماينس حبتين تي لن تي، ماشي الحال؟ ايوه لن تي. وبعدين كده ناقص صفر صح؟ ما يحتاج اني اكمل الصفر، ناقص صفر خلاص، ده اللي احنا عايزينه. نروح لليو داش 1 ونقول دبليو 1 تقسيم الدبليو، دبليو 1 اللي هو ماينس تي اي اس ماينس 2 تي لان تي تقسيم الدبليو اللي هو اي اس ماينس 2 تي كانز، يعني مع السلامه. نطلع معاك سالب تي لان تي عايزين كان دي. يعني طبعا لو تركز معايا هتقول لي على طول هذه الانتجريشن بايبر تكامل ماينس تي في لين تي، دالتين مضروبين في بعض، يبقى قانون الفيديو. الجدول هنا ما ينفعش، اللي هو قانون الفيديو كان يقول لي تكامل يو دي في يساوي يو فينتس ناقص تكامل الفيديو. يو فينتس كلكم عارفينه بس ما بيلعبش في كأس العالم. طيب والفيديو هنطبق دايما هنا، لما يجينا ناخد الارتقاء وناخد الدي في هي الماينس، تاخدها ولا تخليها الماينس بره مش مشكلة، ماينس تي. حلو الكلام، نشتق هنا دي يو هيبقى 1 على 2 كامل، هنا يبقى ماينس تي تربيع على 2، هذه اللي هي الفي. ونبدأ نعوض في القانون، يو 1 يا محترمين هيساوي ايش؟ لسه ما كملناش. يو 1، يو 1 هيبقى هنا ماينس نص تي تربيع في تي اللي هو اليوفنتس كده ناقص تكامل كده، يبقى اس اللي هو هنا اصبح 1 على تي مضروبه في سالب تي تربيع على 2 دي تي. بالظبط، يبقى سالب نص تي تربيع لن تي، وهنا سالب سالب بره يطلع بره موجب نص، ويروح حبه تي مع حبه تي يطلع لك تي اس 1، يعني نكملها مره ثانيه هيصير نقسم على 2، يبقى سالب نص تي تربيع في لن تي، وهنا تي تربيع على 2 يبقى اصبح معاك 4 تي تربيع بس. هذا وش اليو 1. زي ما قلنا شايفين ان الفرق بين مسألة ومسألة تكامل اللي بيطلع معاك في الآخر. طيب لسه لنا مين؟ يو 2. يو 2 يا ريس يو 2 ده هيساوي دبليو 2 تقسيم الدبليو سترايك دبليو اس سالب 2 تي، والدبليو 2 كان اي اس سالب 2 لين تي، اي اس سالب 2 تي لين تي. الايه تروح مع الايه؟ يطلع معاك لن بس،
للنت تي ده برضه محتاج انتجريشن باي بارت، ولكن هو له قانون تقدر تحفظه. اذا انت عايز مش عايز تكتب بارت، القانون تكامل اللين يعتبر قانون، اكتب لك اهو من تاني، حط لك وبرواز تكامل لين اكس دي اكس، راح يساوي تحفظها كده اكس لين اكس ماينس اكس ثابت، او احنا في مواقف اخرى احنا مش سوا، هذا يعتبر قانون. لو انت عايز تعمله بالبارت، هتحط يو دي في نفس اللي فوق. شلون يعني؟ واحد يقول لي انا عايز اعملها بالبارت، هعملها بالبارت، واللي عايز يحفظ قانون يحفظ. لو اني هعملها بالبارت هقول او 2 يساوي تكامل لين دي، انت هتاخد حضرتك بالبارت، هتاخد اليو ولين دي، ودي تاخدها حضرتك واحد تشترط، يبقى دي يو هيساوي واحد على تي، والكامل هنا يبقى الفي هيساوي تي. يبقى نعوض في قانون اللي هو تي ال دي مهندس ناقص تكامل الفيديو اللي هو تي ضرب واحد على تي 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 يروح مع تي، مع معاك تي ال دي ماينس اللي هو تكامل هنا طبعا التي دي بتروح مع التي دي مع واحد، تكامل واحد يبقى تي. بس يعني تقدر تحط قانون ولا باقي لنا ايش؟ واي بي يساوي يو 1 واي 1 زائد يو 2 واي 2 احفظ معايا يلا. واي 1 كام؟ واي 1 كام؟ هي اس سالب تي، هي اس سالب تي راح تنضرب في صندوق الامن، هي اس سالب تي تنضرب في الصندوق الاحمر اللي عليه الدويره ده اللي هو ماينس نص تي تربيع على ان تي زائد ربع تي اس 2 سكر الجوز يو 2 واي 2، واي 2 كان اللي هو تي اس ماينس تي واي 2 تي اس ماينس تي تي اس ماينس تي اللي طلعناها في تي ناقص تي حاضر. يبقى معاك بقى التبسيط والتجميع، ولا تنسى انك تكتب في الاخر ايش؟ واي بتعمل واي سي زائد واي بي وبس. بسط حبيبي وفك بس واكتب الجنرال سوليوشن بس. الحل العام الصفحه خلصت، ما راح نكتب شيء، خلص الباقي عندك شغل. المهم لو انك بتلاحظ ايش الديفرنس بين المسائل، والله الديفرنس بين المسائل اللي هو انه المفاجاه بتاع التكامل اللي هيطلع معي في التكامل ايش؟ وش بيطلع معك في التكامل في كل مره؟ أبو إسماعيل، نعم يا بطل تفضل. أبو إسماعيل، متى نستخدم اللي هو الجدول؟ متى نستخدم القانون اللي فوق في الانتجريشن؟ جدول ايه يا عم؟ حاضر لحظة واحدة يا بطل، لحظة واحدة، لحظة واحدة. في سؤال ورد الحين بيقول لك متى استخدم الجدول في الانتجريشن باي بارت، ومتى استخدم القانون؟ لما يبقى عند حضرتك تكامل زي كده اكس تربيع مثلا زائد 3 اكس مثلا يعني مضروب في اي اس اكس، خلاص هذا تروح تسوي له الجدول على طول. اكس تربيع زائد 3 اكس والاي تحطها هنا تشتق وتكامل، تشتق هنا يبقى 2 اكس زائد 3، تشتق كمان يبقى 2، تشتق لما توصل لزيرو تكامل اي نفسها زي ما هي نفسها، كملت 4 مرات اسمك اشتقيت 4 مرات يبقى كملت 3 مرات، نفس عدد مرات اشتقاق هو عدد مرات التكامل. يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم اي اس اكس هنا كمان اي اس اكس اي اس اكس، هتضرب المقص يا ريس كده كده كده، والاشاره تروح داوودك والتغيير سالب كده وانت ماشي. يلا عم النتيجه كلها هي صارت اكس تساوي زائد 3 اكس مضروبه في اي اس اكس، وبعدين هنا ماينس في النص ماينس كوس دي اكس زائد 3 مضروب في اي اس اكس، وبعدين زائد 2 اي اس اكس. خلي بالك بقى من حاجه، الحاجه الثانيه بقى اللي هي لما يجي لك تكامل كثيرة حدود أو أي شيء، أي شيء فيه كثيرة حدود مضروب فيه إن أو إنفيرس ساين إنفيرس مثلا ولا حاجة زي كده، على طول لازم إيش؟ لازم القانون، لازم آخد اللين دول للاشتقاق ما لهمش تكامل، يعني لازم آخد اليو للاشتقاق لأن دول ما لهمش تكامل، والإكس ده مسكين يمشي معاه، يمشي معاه إيش؟ يمشي معاه بتاع كله تاخده إيه؟ هذه فكرة أو مراجعة للبارت شوي لحد ما. يعطيك العافية أبو إسماعيل. واحد هنا يا محترم بيقول لك ايه في السؤال ده سولف وطلع ايه؟ انيشال فاليو. الله يعين، انا هوصل للاخر وموضوع الثوابت بقى هسيبه لكم تتسلوا فيه. يعني هنا حاطط المسائل وقال لك حل وبعدين طلع لنا ايش؟ الثوابت. شفت بقى طول السؤال هيبقى شكله ايه؟ يعني احنا يلا بنوصل هناك والصفحه خلصت ونقول لك كملوا انتوا. المهم
ام تربيع زائد 2 ام ناقص 8 يساوي صفر. لو انت هتحلل هيطلع 2 في 4، يعني ام ناقص 2 في ام زائد 4، حلو الكلام، يساوي صفر، يعني راح يساوي 2 وسالب 4. 2 وسالب 4، حضرتك تقدر تأكد نفسك. طبعا معروف ان انت هتعمل في الحاسبه مود 5 3 ويطلع لك الحلول قدامك. هذه 1، هذه 2، هذه سالب 8، يبقى يطلع لك الحلول 2 وسالب 4. الواي سي راح يساوي اللي هو مختلفه، يبقى سي 1 اي اس 2 اكس زائد سي 2 اي اس سالب 4 اكس. يعني حضرتك هتقول لي الواي 1 يساوي اي اس 2 اكس، والواي 2 راح يساوي اي اس سالب 4 اكس. وخلاص البنك فينا، والاف اكس موجوده والدنيا حلوه، هذه كلها تصير اف اكس. شايف قدين كبرها اف اكس كبيره، بس ما تخاف، كل حاجه بالصبر هتمشي ان شاء الله. دبليو دبليو، يلا اي اس 2 اكس نشتق، يبقى هنا 2 اي اس 2 اكس، هناك اي اس سالب 4 اكس نشتق، يبقى سالب 4 اي اس سالب 4 اكس نفسها في مشتقات الاسم. اضرب يا ولد، يبقى سالب 4 اي اس سالب 2 اكس في الضرب نجمع الاسس، سالب 2 اي اس سالب 2 اكس، يبقى الحساب سالب 6 اي اس سالب 2 اكس. خلاص هذا الايه؟ الدبليو. نروح للدبليو 1. دبليو 1 0 اف اكس 0، وحط لي 2 اي اس ماينس 2 اكس ناقص اي اس ماينس اكس، وحطينا اي اس ماينس 4 اكس، والثاني بيطلع مش عاجبني اي اس سالب 4 اكس. هتضرب كده مع السلامه، ادي 0، واضرب لتنين بقى بعنايه بقى، هيبقى 2 اي اضرب هناك، يبقى 2، نحط الماينس في القوس احسن عشان ايه ما نضيعش، ونفك تاني مش مشكله، ماينس، وادي القوس هيبقى عند حضرتك 2 اي اس سالب 2 اكس ماينس اي اس ماينس اكس، ينضرب في مين؟ في ماينس اللي هناك، هنا في ماينس موجوده، سوري سوري، هنا في اللي هو ينضرب في اي اس، اي اس ماينس 4 اكس، هذا ماينس القانون طبعا، ده كده ماينس القانون، اضرب ووزع، يبقى ماينس حبيبي 2 اي اس سالب سالب كم؟ سالب 6 اكس، سالب 6 اكس، ونضرب تاني هناك، يبقى سالب في سالب بموجب اي اس سالب 5 اكس، موجب اي اس سالب 5 اكس. نروح دبليو 2، دبليو 2 هيساوي اي اس 2 اكس، وهنا 2 اي اس 2 اكس، ويبقى 0 اكس، 2 اي اس ماينس 2 اكس، وهنا ماينس اي اس ماينس اكس كده، اضرب يبقى 2 اي اس 0 مع السلامه، ناقص ناقص اي اس اكس بس، يعني 2 ماينس اي اس اكس. راجعوا معايا تاني كده صح ولا لا؟ اضرب في الضرب نجمع الاسس، يبقى اي اس 0، وهناك اللي هو. طيب كده نروح لمين؟ يو 1 داش او دبليو 1 تقسيم الدبليو، دبليو 1 اللي هو، دبليو 1 اللي هو في الصندوق الكبير ده، اللي هو ماينس 2 اي اس ماينس 6 اكس زائد اي اس ماينس 5 اكس تقسيم سالب 6 اي اس ماينس 6 اكس. نجمع الاسس ونظبط، 2 على 6 يبقى الثلث، واي اس سالب 6 يطلع لها فوق اي اس سالب 2 موجب 2، يبقى سالب 4 اكس. واللي بعده نفس الشيء، هيبقى هنا سالب 1 على 6 اي اس سالب 3 اكس. تكملها سهل وبسيط، يبقى اليوم هيساوي هنكامل، يبقى ثلث، هنحط التكامل على الكل، يلا مره واحده، ماينس 4 اكس ناقص على 6 اي اس سالب 3 اكس. نكامل تاني، يقول لي اكس راح يصير 1 على 12 اللي هو 3 سالب 4 اي اس سالب 4 اكس. الداله الاسيه نفسها في مشتق تقسيم مشتقة الاس، سالب سالب يصير موجب، 1 على 6 في 3 يبقى 1 على 18 اي اس سالب 3 اكس. اليو 2 داش راح يساوي دبليو 2 تقسيم الدبليو. يلا يا ريس نغير المعاش، بس شوفها دبليو 2 اللي هو كان كم؟ 2 ماينس اي اس اكس تقسيم اللي هو سالب 6، سالب 6 اي اس كام؟ اي اس ماينس 4 اكس، اي اس ماينس 4 اكس. وزع، يبقى دي سالب 1 على 3 اي اس 4 اكس، اي اس 4 اكس تطلع فوق هي اي اس 2 اكس وليس 4. خلاص كده اللي هو تاني سالب 6 اي اس سالب 2 اكس، سالب 6 اي اس سالب 2 اكس. هيطلع فوق، هيبقى هنا نقسم على سالب 6 يبقى سالب ثلث اي اس 2 اكس، ناقص ناقص يصير موجب، 1 على 6 اي اس اكس ناقص 2 اكس يبقى اي اس 3 اكس.
هنروح نقول يا ولد يو 2 يساوي تكامل ماينس 1 على 3 اكس 2 اكس زائد 1 على 6 اكس 3 اكس كل دي اكس خلاص. يلا روح يلا روح يلا امشي كامل يلا. دي ماينس 1 على 6 اكس 2 اكس وهذه هنا 1 على 18 اي اس 3 اكس. نرجع نكتب بقى الواي بي، الواي بي حساب يو 1 واي 1 يو 1 اللي هو كان اي اس 2 اكس، اي اس 2 اكس مضروب في اللي هو اليو 1 اللي طلعناه سالب 1 على 12 اي اس سالب 4 اكس زائد 1 على 18 اي اس سالب 3 اكس. ونكمل ايوه هنكمل، نكمل فين بقى؟ اللي هو يو 2، يو 2 اللي هو كان اي اس سالب 4 اكس اي اس سالب، اللهم صل على محمد، اي اس سالب 4 اكس صح، اي اس سالب 4 اكس، اي اس سالب 4 اكس مضروب في الواي 2 اللي هو طول اللي هو سالب 6 اي اس اكس زائد 1 على 13 اي اس 3 اكس. طبعا شكلها كده لازم تفك الاقواس وتبسط وتشوف يطلع معاك حدود متشابهه ولا لا. هذه سالب 1 على 12 واي اس سالب 2 اكس بعد الجمع و1 على 12 اي اس سالب اكس، وهنا يا محترم سالب 1 على 6 اي اس سالب 2 اكس، وهنا 1 على 18 اي اس سالب اكس. حدود متشابهه، اي في حدود متشابهه، سالب 1 على 12 و1 على 6 يبقى هنا 2 على 12 يبقى سالب 3 على 12 اللي هي سالب ربع اي اس سالب 2 اكس، 1 على 18 1 على 18 يبقى 2 على 18 يعني 1 على 9 اي اس سالب اكس. هذا الجواب النهائي. نرجع نقول له تعالى يا ريس، واي يساوي واي سي زائد واي اي، واي يساوي واي سي اللي هو كان سي 1 اي اس 2 اكس زائد سي 2 اي اس ماينس 4 اكس زائد. الحين بقى الكلام ده فيه اللي هو يصير نكتب ده امتداد سالب ربع اي اس سالب 2 اكس زائد 1 على 9 اي اس سالب 2 سالب اكس. نيجي بقى لمين؟ بقى نطلع ايش؟ ثوابت. فين الثوابت يا عم؟ 0 0 كله 0. لا لا، واي 0 بيساوي 1 والواي داش 0 يعني كمان لسه هتشتغل. الانيشال فاليو بيقول واي 0 يساوي 1، 1 يساوي سي 1 اي اس 0 ب 1 زائد سي 2 اي اس 0 ناقص 1 اي اس 2 ب 1 زائد 1 على 9 طلعهم كلهم في طرف واحد يبقى سي 1 زائد سي 2 راح يساوي هنا 1 زائد ربع زائد 1 على 9. هذه معادلة نمبر 1 تجمعهم بالحاسبة. هروح عشان أجيب الشرط الثاني لازم أسوي اشتقاق، يبقى نعمل واي داش. شفت بقى العذاب اللي احنا فيه؟ هنشتق هنا يبقى 2 سي 1 اي اس 2 اكس، هنشتق هنا يبقى ماينس 4 سي 2 اي اس ماينس 4 اكس، هنشتق هنا يبقى سالب في سالب بموجب ربع في نص في 2 يبقى نص اي اس سالب 2 اكس، وهنا هيبقى سالب 1 على 9 اي اس سالب اكس. واي داش 0 يساوي 0، ده الشرط. هنكتب المعادله الاخيره 2 0 2 سي 1 اي اس 0 ب 1 ناقص 4 سي 2 اي اس 0 ب 1 هنا نص وهنا سالب 1 على 9. المعادله الثانيه بطل، يبقى هنا 2 سي 1 ماينس 4 سي 2 يساوي نص و9 وتدوم الناحيه الثانيه سالب نص زائد 9. وحضرتك تكمل بقى حل المعادلات بالحاسبه ولا بمخك اللي يعجبك، وتكتب الثوابت في مكانها. كمل حل المعادلة. هذه طبعا ايش؟ عشان الانيشال فاليو والقصص دي كلها. طبعا ما انت محتاج انك تكمل دوت خلاص، بس انت عارف ايش يجيك. لو يجيك انيشال فاليو الله يعينك، توصل للاخير وتحط تبدا تشتغل على الثوابت ومشوارك يطول. هنا جايب لك صورة مختصرة، صورة ايش؟ مختصرة، واعطاك نص الحل. قال لك ايه في السؤال دوت؟ هذا سؤال شاذ لحاله كده. بيقول ايه في السؤال؟ بيقول حضرتك انك انت لو عند حضرتك هنا في البروبلم دوت indicated الفانكشنز معطيك اياها are known linearly independent solution، يعني الحلول associated homogeneous differential equation طيب على الفترة صفر و infinity. هنا ناقصة من الكتاب. find the general solution، طلع الجنرال solution اللي هو y c زائد y d. طب هو معطيني ايش؟ معطيني ال y c اللي هو y 1 و y 2، يبغاني بس اروح اشغل السلف واطلع ايش؟ الدبليو هات واطلع يو 1 واي 2. هذه كده واي سي المفروض.
طيب علشان نعرف وناخد الاف اكس اللي هنشتغل عليها هنقسم على دي، بتصير المعادله كده حبيبي واي دبل داش نستندر المعادله اكس على اكس تربيع واي داش زائد كل ده على اكس تربيع كده مضروب في اكس تربيع ناقص ربع يساوي في الواي يساوي هنقسم على اكس تربيع يبقى اكس 3 على 2 تقسيم اكس تربيع. اهم شيء في الموضوع كم بتساوي دي؟ يعني ادي واي 1 واي 2 والاف اوف اكس راح تصير 3 على 2 على اكس تربيع اكس اس سالب نص. خلاص هي دي اللي احنا عايزين نطلعها عشان لما نعوض بيها دلوقتي. بروح اشتغل واطلع دبليو 1 اكس اس سالب نص، وسع المحدد شويه كوسين اكس عشان نسال ضرب الاثنين، اشتغل هنا يبقى ماينس نص اكس اس سالب نص سالب 1 سالب 3 على 2 تنزل الكوسين، وبعدين انزل اكس اس سالب نص واشتق الكوسين اللي هو يصير ماينس ساين، اهو نحط الماينس في النص احسن كده، ماينس ساين اكس كده عملت الواي 1 والمرتقى حقته، احط واي 2 واوسع شويه، واي 2 اللي هو اكس اس سالب نص مضروب في ساين اكس هنشتق يبقى سالب نص اكس اس سالب 3 على 2 والساين تنزل، وننزل اكس اس سالب نص ومشتقة الساين تبقى ايش؟ كوسين. محدد طويل شويه لكن وسعنا عشان المشتقات، هنضرب كده ناقص كده. طبعا وسع صدرك شويه واكتب معايا الدبليو، ادي دبليو ما هي دبليو 1 دبليو الاساسيه. اذا الدبليو راح يساوي اضرب معايا سالب نص اكس اس سالب نص مضروب هنا يبقى اكس اس سالب 2 والكوساين في ساين، كوساين اكس في ساين اكس راح ينضرب كمان في الحد اللي وراه، هيصير اكس اس سالب نص يبقى اكس اس سالب 1 سالب 1 اللي هو سالب نص سالب نص، يبقى دي سالب 1 مضروب في مين؟ في كوساين كوساين يعني كوساين تربيع اكس. خلاص ضربت الاكس بالاكس والكوساين بالكوساين ماينس، وتعالى نغير الماينس هيخليني اخلي دي سالب موجب ودي موجب، يعني كلش موجب، الماينس هيخليها كلها موجب ماينس القانون، يعني نص حضرتك اكس اس سالب 3 على 2 مع سالب نص يبقى اكس اس سالب 2، وعند حضرتك هنا سالب 3 على 2 ضربناه في الساين كوساين يبقى ادي ساين اكس في كوساين اكس، ونعيد من تاني نضرب هنا قلنا الاشارات كلها موجب هيطلع موجب اكس اس سالب 1 مضروب في ساين تربيع اكس. واو تعال نبسط شوف كده في حاجات متشابهة، يس هذا كده يودع مع بعض، وفي حاجة تانية متشابهة يس اكس اس سالب 1 عامل مشترك يطلع لك ساين تربيع اكس بلس الساين تربيع اكس اللي هو من فيثاغورس كورس يساوي اكس اس سالب 1 مضروب في 1 يا ابطال، يعني اكس اس سالب 1 هذا هو ايش؟ الدبليو. بنروح للدبليو 1، دبليو 1 راح نكتب مكانه 0 اف اكس، فين الاف اكس؟ قلنا عليها اللي هي اكس اس سالب نص، هنصغير اكس اس سالب نص في الحته دي. هنكتب اللي فوق لان هو ده اللي يهمنا اكس اس سالب نص والساين اكس، واللي تحت ما يهمناش ممكن نكتبه ولا نسحب عليه بس نكتبه عشان محدش يقول ليش وراحت فين وجت منين. زائد اكس اس سالب نص في كوساين اكس ده كله هيروح بصفر، صفر ناقص يعني ناقص حضرتك اكس اس سالب 1 مضروب في ساين اكس، ده الجواب النهائي ماينس اكس اس سالب 1 مضروب في ساين اكس. امسك دي. هنروح نعمل دبليو 2 وبنفس الطريقة، يا عسل انت وياك كده. دبليو 2 راح يساوي دبليو 2 هيبقى ينزل معاك اكس اس سالب نص مضروب في كوساين اكس، وادي سالب نص اكس اس سالب 3 على 2 مضروب في كوساين اكس ناقص اكس اس سالب نص مضروب في ساين اكس ناقص 0 اف اكس، اف اكس اللي هي اكس اس سالب نص، اني انا نسيت الاشارة هنا بس مظبوط الضرب النهائي الدبليو اللي اف اكس اللي هي اكس اس نص، هنضرب هنضرب يبقى هنا ده مضروب هيصير مع حضرتك اكس اس سالب 1 مضروب في الكوساين اكس ناقص 0، يعني اكس اس سالب مضروب في الكوساين اكس. تعالى بقى نروح لليو داش واليو 1 داش، يو 1 داش حساب دبليو 1 تقسيم دبليو، يعني دبليو 1 تقسيم الدبليو، ها يلا 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 بسم الله، دبليو 1 اللي هو ماينس اكس اس سالب 1 مضروب في ساين اكس تقسيم اكس اس سالب 1 اكس اس سالب 1 واخر يطلع معاك ماينس ساين اكس، يبقى اليو 1 راح يساوي تكامل ماينس ساين اكس تكامل ساين ماينس كوساين، يعني صارت الحساب كوساين اكس. يلا يا عم حاجه سهله اهي، دبليو اسمه يو 2 داش، يو 2 داش راح يساوي دبليو 2 تقسيم دبليو، راح يصير
دبليو 2 اللي هو كان اكس اس 1 ساين اكس 30 دبليو اللي هو اكس اس 1 ساين اكس، يعني الدبليو اللي اسمه يو 2 راح يساوي تكامل الكوساين اكس، تكامل الكوساين اكس دي اكس يعني ساين. كم يبقى الواي بارتيكولر واي يساوي اللي هو يو 1 واي 1 زائد يو 1 زائد يو 2 واي 2. اليو 1 والواي 1، اليو 1 طلع كوساين اكس المضروب في اللي هناك كان اللي هو ايش؟ الاصل اللي معطيني اياه في السؤال اكس اس سالب نص في الكوساين. اكس اس سالب نص في الكوساين اكس زائد رو 2 اللي هو طلعناه اللي رو 2 اللي هو ساين اكس المضروب فيه كان اكس اس سالب نص في الساين. اكس اس سالب نص تعال 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 لا تهرب. اكس اس سالب نص مضروب في ايش؟ كوساين. هتلاقي نفسك بتبسط، ادي صارت اكس اس سالب نص في كوساين تربيع اكس زائدا اكس اس سالب نص مضروب في ساين تربيع اكس، يعني الدنيا حلوه هيطلع اكس اس سالب نص في واحد. خلاص كلكم عارفين ساين تربيع وكوساين تربيع بيساوي ايش؟ واحد، ما يحتاج. اذا اكتب له الجنرال سوليوشن واي هيساوي واي سي زائد واي بي. فين يا عم الواي سي؟ ما هو معطيك الجزئيات. الواي سي تكتبها ايش؟ واي يساوي سي 1 اكس اس سالب نص مضروب في كوساين اكس زائد سي 2 اللي هو اكس اس سالب نص مضروب في ساين اكس، ونلحم وراه نكمل اللي هو الواي بي اكس اس سالب نص مضروب في واحد. خلاص تم كده خلاص. طب واحنا ما حليناش المعادله الاصليه، المعادله الاصليه ما حليناهاش، هو اعطاني واي 1 وواي 2 جاهز. هذا السؤال يا حضرات يعتبر مقدمه، مقدمة لمين؟ للدرس 4.7 إن شاء الله اللي هو الكوشي أويلر إكويجن، هتطلع حلول زي دي، وكمان يعتبر مقدمة لسؤال موجود في الأبلايد ماثماتكس فيه دالة اسمها دالة البيزل والجندر. إن شاء الله اللي يكمل فيكم أبلايد ماثماتكس اللي هم حقين الميكانيكال راح يشوف حاجة زي دي، زي المعادلة دي تقريبا يعني، بس كلام سابق لأوانه. إحنا كده خدنا الإيه؟ الحل والخطوات، هناك يبقى قوانين بس. باقي عندنا مسألتين من الدرجة الثالثة، أنا بحل واحدة والثانية لكم فيها البركة. تختارون 28 أخيركم الأول ولا 26؟ اللي ستة تختاروه وعشرين أنا بحل. بص هنا كويس الأول، خد نظرة كويس، خد نظرة هنا ونظرة هنا، اللي تختاره أنا بحل. 26 آسف. ما راح أرد الرجال. وانت يا عبد الله موافق على 26؟ هي مسألة واحدة. ايوه عادي خلاص خلاص انا فصلت. طب احنا لما يبقى عندنا درجة ثالثة هنحتاج ايه؟ شوف بقى الله يعينك، هتحسب، انا حاطط القانون بتاعها هنا جنب جنب الأسئلة. هتحتاج تعمل ايش يا ريس؟ W1 و W2 و W3 والW. يا سلام، أربع محددات. وفي الأخير تطلع يو داش 1 يو داش 2 يو داش 3 وأنت ماشي. الله يعين، يعني السؤال الله يعينك عليه. محدش يخاف، كل واحد صلح سيارته والامور هتمشي ان شاء الله. حل معايا يلا، ام تكعيب زايد 4 ام، بس فضلك لك ام عامل مشترك، يتبقى ام تربيع زايد 4، يعني عند حضرتك ام هيساوي صفر. ام الاولى هتساوي صفر والام الثانيه هتبقى موجب وسالب 2 اي، هيبقى الواي سي هيساوي سي 1 سي 1 اي اس 0 زائد C2 كوساين 2x زائد C3 ساين 2x. موافقون؟ إن شاء الله موافقون. ممتاز. ماشي، عندنا تخيلي وعندنا ثابت، خلاص. المهم راح يجيك عندك هنا، تقدر تكتبها باختصار C1 في 1 ما يحتاج الـ E زائد C2 كوساين 2x زائد C3 ساين 2x. يبقى عندك كم حل يا محترم؟ عندك Y1. فين الـ Y1؟ 1 اهو، تعال نسطبهم كده. واي 1 هيساوي 1، فين الواحد اهو؟ اهو. واي 2، واي 2 اللي هو الكوساين 2 اكس. واي 3، واي 3 اللي هو ساين 2 اكس، عادي 2 اكس كله 2 اكس. والاف اكس فين؟ الاف اكس اللي هي السك اللي هناك دي، اف اكس اللي هي ايش؟ السك 2 اكس. عشان ايه؟ هنشتغل الحين المحددات ويلا استعين بالله انت وياي. الدبليو الاساسي محدد 3 في 3، محدد 3 في 3 وقول بسم الله، واحد ومشتقة الواحد أصفار. اللي بعده ساين، كوساين 2 اكس هنشتق مرتين هنا،
يصير ماينس 2 ساين 2 اكس يصير ماينس 4 كوساين 2 اكس. هنحط الثاني ساين 2 اكس، اشتق ساين يبقى 2 كوساين 2 اكس، هنشتق ثاني يبقى ماينس 4 كوساين 4 ساين 2 اكس. كده تم، خلاص كده تم. دبليو نفك المحدد، طبعا هنا فك المحدد ما تخافش منه. ليه؟ عندك هنا واحد يبقى صف وعمود والباقي اصفار. صف وايش؟ صف وعمود والباقي اصفار. يلا هتحط واحد بس والباقي اصفار، واحد مضروب فيه المفروض في قاعده اشاره موجب سالب موجب، طبعا انا مش كلمه عشان الاصفار اللي موجوده. هو واحد بس. واحد مضروب فيه سالب 2 ساين في سالب يبقى موجب 8 ساين تربيع 2 اكس. يا سلام. سالب سالب في النص هيبقى موجب 8 كوساين تربيع 2 اكس. يا سلام. يعني الحساب 8 في ساين تربيع 2 اكس. سلام يعني 1 زائد كوساين تربيع 2 اكس يا ولد، يبقى الحساب كله 8. يا سلام، حاجة حلوة خالص جميلة، ما تخافش. روح بقى دبليو ايش يا ريس؟ دبليو 1 الله يعينك. تشيل العمود الأول وتحط 0 اف اكس، يبقى 0 0 اف اكس يتحط فين؟ تحت خالص. سكه كام؟ سكه 2 اكس تحت في اخر المشوار. خلاص يا ابطال، شوف القوانين فوق قدامكم، شايف 0 0 اف اكس اهو اللي احنا بنتكلم عنه. المهم هنكتب السكه تحت ونكتب الاعمده الباقيه كلها زي ما هي. يعني هنكتب الكوساين 2 اكس والماينس 2 ساين 2 اكس والماينس 4 كوساين 2 اكس والساين 2 اكس واللي هو ماينس او ساين 2 اكس و2 كوساين 2 اكس وماينس 4 ساين 2 اكس. سكر المحدد وتعال نفك. لما نفك شوف الاصفار فين، هتفك حبيبي بالعنصر ده على طول، تشطب صف وعمود ويبقى عندك كده سك 2 اكس مضروبة فيه قطر ناقص قطر كده، اللي هو يسار 2 كوساين تربيع 2 اكس ماينس ماينس يبقى 2 ساين تربيع 2 اكس، اللي هو لما تاخد عن المشترك هيبقى 2 في 1، يبقى 2 سك 2 اكس مضروبه في 1 ما يحتاج. يعني ان شاء الله الدنيا سهله، ورغم الشكل طويل شويه لكن ان شاء الله تحصل ان شاء الله. طبعا احنا دايما نفك بالعمود اللي فيه الاصفار. وعند قاعده اشارات، قاعده اشارات المحددات هكتبها كده بالشكل ده، موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب، كل واحد في دول في مكانه تعمل اشاره. انا فكيت بالسكه التربيع اشارتها موجب، فكيت قبل شويه بالواحد اشارته موجب، عشان لو هيتغير الاماكن خلاص. بس انت مش محتاج خلاص، دبليو 2 واحد يعني في كل حاجه. هكتب 0 اف اكس يبقى 0 0 سك 2 اكس، واكتب العمود الاخير زي ما هو، اللي هو ايش العمود الاخير اللي هو ساين 2 اكس 2 كوساين 2 اكس ماينس 4 ساين 2 اكس. فك يا ولد، برضه خليك على الواحد بقى خلاص يكفي، هنا وهنا الواحد بس، يبقى واحد مضروب فيه كده ناقص كده، يعني كده زيرو ناقص 2 سك 2 اكس في كوساين 2 اكس، سك في كوساين. طب ما تيجي نبسطها، الواحد هنا سالب يبقى 2 سالب، السك مقلوب الكوساين صح ولا لا؟ واحد على كوساين 2 اكس مضروبة في كوساين 2 اكس، ابسط يا عم، راحوا مع بعض. مع السلامة يا قلبي، طلع سالب 2. يا سلام. باقي لنا المحدد الثالث الله يعين، اللي هو زي الثلاثة، اللي هو هيبقى 1 0 0، وهنا العمود الاولاني اللي في النص ينزل اللي هو الكوسين 2 اكس ماينس 2 ساين 2 اكس ماينس 4 كوسين 2 اكس، واللي بعده هينسدح نحط 0 0 اف اكس سك 2 اكس. فوق برضه نفس الكافيه بالايه، بالعمود الاول الواحد ده كده، تشطب كده تشطب خلاص، هيضرب كده ناقص كده، يعني واحد مضروب فيه اللي هو ماينس 2 ساين 2 اكس مضروب في سك 2 اكس ناقص ايه، صفر، مش محتاجين الصفر. تعال نسقط ماينس 2 والساين اللي هي يا وليدي ساين 2 اكس، ونحط السك برضه واحد على الكوساين 2 اكس، يبقى اصبحت ساين على الكوساين اللي هي تان ماينس تان 2 اكس. يا سلام. كده احنا جاهزين لمين؟ للتكامل.
نبدأ يلا بسم الله من البداية. يو داش 1 دبليو 1 تقسيم دبليو. الدبليو هناك كان طالع في الأساس كم؟ الدبليو الأساسي طالع 8. أه كم؟ 8 إيه؟ 8 دبليو 1 طالع 2 سك 2 تقسيم 8. 2 سك 2 سك 2 إكس تقسيم 8 يبقى صار عندك ربع سك 2 إكس. طيب شو لك عامل؟ قانون تكامل السك قانون. يو 1 يساوي ربع وتكامل سك. سك 2 اكس ده تقسم حضرتك هذا الربع بره وتحط له نص بره التكامل، والسك له قانون لن سك زائد تان. سك 2 اكس زائد تان 2 اكس ده قانون فضل حضرتك او موجود في التكامل يعني. المهم نروح لمين؟ يو 2 داش هيساوي دبليو 2 تقسيم دبليو. دبليو 2 اللي هو طالع مع حضرتك سالب 2، سالب 2 على سالب 8، هذا كان سالب 8 والموجب تفريغه من 8. يعني سالب ربع حقيقي يعني يو 2 مش محتاج تكامل يبقى ثاني ربع اكس. يو 3 يو 3 لا محتاج نروح الصفحة الثانية عشان فيه تان 2 اكس، يبقى هحط له قانون. ادري الصفحة ما تكفيش، نروح الصفحة الثانية نفتح له صفحة جديدة. وانتوا بتكملوا يو 3 داش يو 3 داش راح يصير دبليو 3 تقسيم دبليو. انا حافظ الدبليو بس 8 بس، نشوف يو 3 كان كم. دبليو 3 ماينس 2 ماينس 2 تان 2 اكس يبقى ماينس ربع ماينس ربع تان 2 اكس. تان 2 اكس يبقى لما نكامل هنا اليو 3 راح يصير ماينس ربع تكامل تان 2 اكس. تكامل التان له قانون اللي هو لين سك او ماينس لين كوساين، يمشي كده ويمشي كده. يعني ماينس ربع واحط لين سك 2 اكس بس تقسم حضرتك على 2 اللي هي مشتقه الزاويه. يعني ماينس 1 على 8 ولين سك. قولوا لي اكتب لكم القوانين بعد ما نخلص السؤال، القوانين اللي استخدمتها هنا كلها. طيب كده انا اوكي خلاص وصلت للنهايه اني اكتب الواي بي هيساوي يو 1 واي 1 زائد يو 2 واي 2 زائد يو 3 واي 3. تقدروا تكملوا عشان مش ننقل من صفحه لصفحه، كملوا انتوا ولا ها؟ واي بي يو 1 كان ايش لا ما معناه؟ عنديش مشكلة. يو 1 بعد التكامل طلع 1 على 8 لن ماشي. لا لا رحنا بعيد. يو 1 كان 1 على 8 لن سك زائد تان سك 2 اكس زائد تان 2 اكس مضروب في قيمة الواي 1. الواي 1 اللي هو كان كام يا عم عبد الله؟ الواي 1 الواي 1 اللي هو كان 1. يا سلام، يبقى هنا ده كده مضروب في ايش؟ في 1. ونروح للي بعده الواي 2 كان الواي 2 كان اللي هو الكوساين 2 اكس، واليو 2 طلع معانا كام في الاخير؟ اليو طلع معانا ماينس ربع اكس، يبقى مضروب في كوساين 2 اكس. ماينس ربع ماينس ربع اكس، طيب ماينس ربع اكس مضروب في كوساين 2 اكس. واليو 3 طلع معانا هو قدامك مضروب في ساين، يبقى ماينس 1 على 8 ونحط ساين 2 اكس انا حافظينه لسه. لن اللي هو ايش؟ سك 2 اكس وبس. لا تنسى ان تكتب في الاخير اللي هو ايش؟ واي يساوي واي سي زائد واي بي. واي سي انا فاكره كان بيساوي ثابت 1 زائد ثابت 2 مضروب في الكوساين 2 اكس زائد ثابت 3 مضروب في ساين 2 اكس. وتعال كمل بقى اهي، نزل ده كله حضرتك هنا، كمل الحل الواي بي كده خلاص. نعم شكرا تمام، لك. يعطيك ألف عافية عايز خلاص، اسالك حاجه؟ يعطيك العافية. القوانين القوانين قوانين قوانين القوانين القوانين قوانيني التكامل قوانين 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 الشاذة في التكامل اللي انت لازم تبقى حافظها. تكامل التان تكامل تان اكس دي اكس راح يصير اللي هو ماينس لين كوساين، هذه صورة تمشي كده زائد سي، او يمشي لين سيك، اي منهم تستخدم حلك صح. طبعا لو في معامله زاويه تقسم عليها تكامل الكوتان بس لحاله، تكامل الكوتان لحاله هيبقى لين ساين بس ماشي زائد سي، تكامل السك اللي استخدمناه برضه قبل شويه لين سك اكس زائد تان اكس كده زائد سي، تكامل كمان يا وليدي القوس بس احط العيله كلها بقى، هذا لين وهذه لين قوسك
اكس ماينس كوتان اكس سي، اعطينا ايه كمان كمان كمان، تكامل تان انفرس، تكامل واحد على واحد زائد اكس تربيع، اعطيناه تان انفرس، تان انفرس اكس مش تاني، طلع معانا كمان تكامل اللي انت تقدر تعمله بالبرط ولا تعمله بقانون، تكامل ان اكس دي اكس راح يساوي اكس لان اكس ماينس اكس زائد سي. في قوانين تاني استخدمناها في الدرس ده، اتوقع خلاص. أتوقع خلاص كافي. حد عايز يسألني في حاجة؟ السؤال الأخير بقى لكم، وأنت شفت الطول يعني، إن شاء الله هتطلع كلها بسيطة. هنا هتاخد واي عامل مشترك، هكتب لكم بداية الحل بس عشان يبقى إيه، اللي عايز يكمل يكمل. إف تكعيب ناقص 3 إف تربيع زائد 2 إم راح يساوي صفر، إم عامل مشترك، يتبقى إم تربيع ناقص 3 إم زائد 2، هتحلل تاني يعني إم في إم ناقص 2 في إم ناقص 1 كده، يعني هيصير 3 ام، ام الاولى 0 والام الثانيه 2 والام الثالثه 1، هيبقى السوليوشن واي سي هيساوي سي 1 اي اس 0 ما يحتاج نكتب 0 زائد سي 2 اي اس 2 اكس زائد سي 3 اي اس 1 اكس. وتعال كمل بقى مشوار حياتك سهله، كلها اشتقاقات وكلها اي مره سهله، يعني واي 1 هيساوي 1 والواي 2 هيساوي اي اس 2 اكس والواي 3 هيساوي اي اس اكس، حتى لو غيرت الترتيب مش مشكله، والاف اكس جاهز اللي هو اي اس اكس، هتروح تبسط وتبقى الدنيا حلوه. تكمل حضرتك بقى، الله يعين. يلا يا عطار، يعطيك ألف عافية أبو إسماعيل، ونشوفك على خير. شكرا يا جماعة، يعطيك ألف عافية.